على رقصات الفرح والابتهاج وعلى إيقاعات الموسيقى العسكرية، وبرعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير ركن عبد الرب منصور هادي، وتحت شعار الوفاء لحضرموت، افتتح نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية. وطاف نائب رئيس الوزراء ومحافظ حضرموت بإدارات وأقسام المؤسسة مستمعين من المدير العام العميد سامي السعيدي إلى شرح عن الجهود المبذولة في تفعيل قطاعات المؤسسة 16، وأهمها قطاعات التموين والقطاع التجاري والطبي والإنشاءات وغيرها من القطاعات. من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء على إن افتتاح المؤسسة الاقتصادية اليوم يأتي تجسيدا حيا لما تعيشه حضرموت من أمن واستقرار وثمرة جهود السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ البحسني وتعاون المجتمع المحلي. في البداية وأنا أحضر مع سيادة اللواء المحافظ في افتتاح المقر الرئيسي الجديد الذي يفتتح اليوم كإدارة عامة للمؤسسة الاقتصادية في بلادنا وفي المكلا على وجه الخصوص، اسمحوا لي أن أقول إليكم تحيات فخامة الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وكذلك دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك السعيد لهذه المناسبة الطيبة التي يتم فيها البدء في ممارسة المؤسسة الاقتصادية في ساحل حضرموت كامل مهامها الاقتصادية في هذه المحافظة، وشرف لحضرموت أن تحتضن في هذه الأيام المقر العام للمؤسسة الاقتصادية، وهذا يعكس بجلاء ووضوح حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها المحافظة، لا سيما الجهود التي تبذل من الأخ العزيز المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالم البحسني وكل منتسبي وزارة الدفاع والنوبة الحضرمية والأجهزة الأمنية المختلفة، وكذلك المجتمع الأهلي في محافظة حضرموت الذي دائما تواك للأمن والاستقرار والعيش في ظل دولة النظام والقانون. وأنا أعتبر أن هذه الخطوة خطوة كبيرة جدا وستشكل علامة بارزة في تاريخ المؤسسة الاقتصادية في بلادنا. وشدد الخنبشي على ضرورة افتتاح المركز التجاري الخاص بالمؤسسة الاقتصادية الذي كان يقدم خدمات مميزة للمواطنين في السابق، ومنها بيع الآثاث والمواد الغذائية والأجهزة الكهربائية بأسعار تنافسية خاصة في ظل هذه الفترة التي يعاني المواطن فيها من غلاء الأسعار. نحن أيضا نتطلع أن تستعيد المؤسسة الاقتصادية دورها الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، وأنا الحقيقة أتمنى أن تشرع المؤسسة الاقتصادية في بلادنا في الإسراع ببناء المجمع الاستهلاكي الذي أو المجمع المركز التجاري في ساحل حضرموت، والذي سيقدم خدمة جليلة للقطاع الأوسع من جماهير بلادنا في هذه المحافظة، لا سيما وأن الأسعار التي ستباع بها مختلف السلع الأساسية والضرورية لأبناء الشعب ستكون أيضا تتناسب مع مستوى حياتهم المعيشية. هناك دور كبيرة نعلق أمالنا عليها على المؤسسة الاقتصادية في أن تسهم إسهاما كبيرا في تخفيف المعاناة اليومية للإنسان من خلال مثلا البيع بالقروض الميسرة لمنتسبي الجهاز الحكومي مثل ما كان معمول به بعض الأجهزة والأثاث وإلى آخره. ممكن أن تسهم دورة كبيرة في الحقيبة المدرسية ونحن على أعتاب بدء العام الدراسي القادم. ممكن أن تسهم أيضا بالسلال الغذائية. ممكن أن تسهم أيضا بدعم لمراكز الحجر الطبي الموجود وعددنا 8 مراكز حجر طبي في محافظة حضرموت لمكافحة وباء الكورونا، ونتطلع مستقبلا إن شاء الله أن تدخل هذه المؤسسة في المجال الإنشائي وأن تسهم في تنفيذ عدد من المشاريع في مجال الطرقات في مجال البناء العقاري وغيرها، وهذا أيضا سيعزز مركزها المالي وستقدم خدمة أيضا للسلطات المحلية في المحافظات. نحن في الحقيقة نبارك هذه الجهود التي تقوم بهذه المؤسسة ونتطلع إن شاء الله العام القادم في أن قد خطط خطوات كبيرة.
نؤكد أيضا مجددا على تعزيز العلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص ممثلة من غرفة تجارة وصناعة حضرموت، ونريد أن نتنافس جميعا تنافسا شريفا سواء كان مؤسسات القطاع الخاص مع المؤسسة الاقتصادية في كسب ثقة وود المواطن البسيط من خلال تحسين مستوى الخدمات التي تقدم، دعمهم، تخفيف معاناة اليوم التي يعانوها كثير لا سيما مع غلاء الأسعار وتدني مستوى الحياة المعيشية. وأملنا كبير أننا نخرج من عمق الزجاج التي تعيشها بلادنا في هذه الأيام. بدوره أشار مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد سامي السعيدي إلى أن افتتاح المؤسسة الاقتصادية يأتي نتيجة اهتمام فخامة رئيس الجمهورية بمحافظة حضرموت، موضحا أنه سيتم افتتاح معرض تجاري بكلفة 4 مليارات ريال قريبا وبناء مصنع التمور بمدينة سيئون، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأب المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي وجه الحكومة والمؤسسات والهيئات بالاهتمام الخاص بمحافظة حضرموت، وتحت شعار الوفاء لحضرموت كما عودتكم المؤسسة الاقتصادية اليمنية أن تكون السباقة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية. ها هي تنفذ التوجيهات بافتتاح الإدارة العامة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية في أقليم حضرموت في عاصمة الأقليم، وإن شاء الله ستلحق هذا التدشين برامج أو برنامج استثماري لإنشاء مركز تجاري كبير بتكلفة أكثر من 4 مليار ريال يمني، الذي وضعنا حجر الأساس أنا وسعادة المحافظ الوالد فرج بن سالمين البحسني، ونظرا لبعض الإشكاليات اللي مع الأخوة مولدات الكهرباء وسوف تحل إن شاء الله من قبل السلطة المحلية في المحافظة، هي التي أخرت تنفيذ المشروع، وإن شاء الله عند انتهاء الصيف سنبدأ في تنفيذ المشروع إن شاء الله بعد نقل مولدات الكهرباء. سيلحق ذلك تجهيز أو بناء مصنع التمور في منطقة سيئون الذي تدمر بسبب عمل إرهابي. وأعطى العميد السعيدي فكرة عن مشروع التوازن الاقتصادي الذي يجسد شراكة بين المؤسسة الاقتصادية والقطاع الخاص ممثلا بالغرفة التجارية. سيتم فتح فروع أو منافذ بيع مباشرة للمواطنين في كافة فروع المحافظة عبر المديريات تحت شعار التوازن الاقتصادي بين القطاعين، القطاع الخاص والقطاع العام، بالشراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام، القطاع الخاص الذي تمثله الغرفة التجارية والقطاع العام الذي تمثله المؤسسة الاقتصادية اليمنية. كل هذا وكل هذه الجهود ستصب لصالح المواطن في حضرموت بصفة خاصة وفي كافة المحافظات المحررة وكذلك في المحافظات التي تقع تحت يد الانقلابيين بعد تحريرها إن شاء الله. المؤسسة الاقتصادية قامت بعدة مشاريع في عدن، ومنها الكلية العسكرية وكلية الشرطة ومستشفى باصهيب، وآخرها تدشين مركزي غسيل الكلى في مستشفى باصهيب ومستشفى الجمهورية ومستشفى عبود الذي سيتم افتتاحهم في الأسبوع القادم، وإن شاء الله في حضرموت سيتم تجهيز مستشفى القطن بتوجيهات مباشرة من القيادة العليا وبمتابعة من معالي وزير الدفاع وسعادة محافظ محافظة حضرموت، وكذلك سوف يكون اهتمام خاص بالمستشفى العسكري في المكلا. كل ذلك الجهود
التي نقوم بها هي تنفيذا لتوجيهات فخامة الأب الرئيس المشير الركن عبد الرب منصور هادي. اليوم يوم تاريخي، يوم مشهود في حياة محافظة حضرموت، أن يكون بيننا الأخ الدكتور سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء لحضور مراسيم افتتاح المقر الرئيسي للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، ونهدي هذا الافتتاح إلى فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. فخامة الرئيس في أول زيارة لحضرموت أكد لنا على أهمية قيام هذه المؤسسة في حضرموت كفرع، وبالتالي وجه إلى تطويرها أن يكون مقرها في حضرموت، وهذا إنما يدل على شيء، إنما يدل على التقدير الكبير الذي تحظى به حضرموت لدى فخامة الرئيس ولدى الحكومة أيضا. ولذلك نحن في السلطة المحلية نعاهد فخامة الرئيس، نعاهد دولة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ومدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية أننا سوف نقدم كل التسهيلات وكل الرعاية أن تكون هذه المؤسسة فعلا تعمل في أجواء مريحة جدا وفي أجواء اقتصادية وأجواء تجارية لخدمة المواطنين في حضرموت وفي الوطن كله. حضر حفل الافتتاح أركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي وعدد من مديري عموم المؤسسات الخدمية والمكاتب التنفيذية.